الأسواق المالية من إكويتي جروب لينا قنوع من دبي للحديث عن العملات الأجنبية والأسواق العالمية والنفط. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. إذن بداية، كما تحدثنا عن الأسبوع الماضي، كان هنالك العديد من المؤثرات على أداء مؤشر الدولار وعلى الدولار تحديدا. ما هي عن افتتاحية هذا الأسبوع وما هي التوقعات؟ اهلا بك احمد. بمؤشر الدولار الامريكي بالفعل افتتح اليوم على ارتفاع في ظل البيانات الاقتصاديه السلبيه التي جاءت من الصين، لها تاثير على ارتفاع مؤشر الدولار الامريكي، وايضا استباق لتقليص برنامج شراء السندات في المحتمل ان يكون في نوفمبر والذي يعني تتوقعه الاسواق. لذا نشهد هذه الارتفاعات على مؤشر الدولار الامريكي واستمراريه هذه الارتفاع في ظل أيضا ارتفاع عوائد السندات الأمريكية. فبالتالي اتجاهات صاعدة نراها على مؤشر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع، وخاصة البيانات التي أتت من الصين في غاية السلبية. نعم، ماذا عن الين؟ لاحظنا بأن الين الياباني في أدنى مستوياته لنا يعني مقارنة مع الفترة الماضية. الين الدولار مقابل الين الياباني عم نشوف في ارتفاعات، لكن الين الياباني بالفعل عند أدنى مستوياته في 3 سنوات. هذه التراجعات اللي عم نشهدها على الين الياباني أولا نعزوها أولا إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في ظل التحفيزات، في ظل تجديد السياسة النقدية التي ربما يقوم بها، في ظل أنه بنك اليابان المركزي سوف يستمر بسياسته التحفيزية. لا ننسى أنه الاقتصاد الياباني يعاني انخفاضات في التضخم، نحن نتحدث عن 0.14% بالسالب. أيضا نتحدث عن أن إذا قارنا بالولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعات بشكل كبير في التضخم في أسعار السنة، نتحدث عن 5.14%. الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأيضا عوائد السندات اليابانية، فهناك توجه لصالح عوائد السندات الأمريكية، فهذا يضغط على الين الياباني، فهناك مزيد من السلبية سوف نشهده ومزيد من الضغط، لأن توقعات البنوك المركزية يعني بين البنك المركزي الياباني والبنوك والبنك المركزي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية مختلفة من ناحية التجديد السياسة النقدية ومن حيث الإجراءات التحفيزية. فكلما استمرت هذه الإجراءات التحفيزية والفروقات بين عوائد السندات ما بين الأمريكية واليابانية، فهذا يضغط على الين الياباني ويواصل انخفاضات. نعم، يعني بالحديث أيضا عن الين الياباني، ظهرت بالأمس البيانات حول النمو الإجمالي في الصين الذي كان دون التوقعات 4.9% تقريبا مقارنة مع شهر تموز. يعني كيف استجابت الأسهم الآسيوية وأيضا الأسواق العالمية مع هذا الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي وما أهميته في الاقتصاد العالمي؟ نعم، بالفعل هذه البيانات السلبية التي أثرت بالفعل على افتتاحية أسواق الأسهم الصينية لهذا اليوم، وكان أيضا متوقع أن يكون هناك افتتاح لعقود العقود الأجلة للمؤشرات الأمريكية، أيضا يعني نراها على الفيوتشرز، نراها على تراجع، فبالتالي تباطأ نمو الاقتصاد الصيني من 7.19% إلى 4.19%. نلاحظ أيضا رغم أنه في مبيعات التجزئة نحن عم نشوفها على ارتفاعات، لكن إذا نظر إلى الاستثمارات في الأصول الثابتة فهي متراجعة. التباطؤ في أيضا في الإنتاج الصناعي طبعا هناك تباطؤ، فهذا يدل أن هناك حالة تعثر في النمو الاقتصادي الصيني بشكل عام. إذا ما هو ملفت في النظر إذا نظرنا إلى النمو في الاقتصاد الصيني 12 شهر هي الأدنى بالفعل منذ الربع الثاني من عام 2020، لو تم باستثناء الربع الأول والثاني من عام 2020 فنرى النمو المتحقق خلال 12 شهر حتى الربع الثالث فهو الأدنى منذ تسعينات القرن الماضي. ما تأثيره على التعافي الاقتصادي العالمي رغم أن الصين قامت بكثير من التحفيزات الاقتصادية وهي تستمر بالتحفيزات الاقتصادية من خلال طبعا أهم إجراء هي خفض الاحتياطيات المطلوبة من البنوك، فبالتالي ما زالت تستمر، لكن رغم كل هذه التحفيزات الاقتصادية هناك تعثر في التعافي الاقتصادي له تأثيرات على الهند طبعا واليابان سيكون له تأثير، وأيضا على نيوزيلندا وأستراليا بحكم العلاقة التي تربطهما من حيث
يعني التجارة بينهما، وأيضا يعني العلاقة بينهما يعني. فهذا ينعكس تأثيرهما على اقتصاديات دول العالم، ينعكس الاقتصاد بما أن الاقتصاد الصيني يشكل تقريبا، نحن نتحدث عن 18.7% من الاقتصاد العالمي ككل، فسيكون له تأثير بالفعل على الولايات المتحدة الأمريكية، على التعافي الاقتصاد الأوروبي. لا أقول أنه سيصل الاقتصاد الصيني إلى مرحلة الانكماش، لكن هناك نوع من التباطؤ في الاقتصاد الصيني سوف يشهد جليا في اقتصاديات دول العالم، في الولايات المتحدة، أوروبا، اليابان. فبالتالي أزمة الطاقة تشكل خطر وتهدد التعافي الاقتصادي العالمي. نعم، يعني بالحديث عن أزمة الطاقة والتي كان لها الأثر الكبير في تراجع وأيضا يعني الانكماش، نوعا ما لا نستطيع القول انكماش، التقلص في النمو الإجمالي في الصين، يعني أسعار النفط وتحديدا برنت تواصل الارتفاع، وصلنا إلى مستويات 86 دولار و87 دولار، يعني هل من المتوقع في العاجل القريب أن نصل إلى مستويات 100 دولار للبرميل؟ نعم، ما زالت الارتفاعات بالفعل متواصلة على أسعار النفط، وهو توقعات أن ترتفع أزمة سلاسل التوريد مشكلة كبيرة، الاختناق في سلاسل التوريد مشكلة تسبب يعني ارتفاعات في أسعار النفط، أسعار الطاقة، أزمة الكهرباء اللي عم نشهدها في الصين، كلها عم بتأثر على يعني عم بتأثر بشكل كبير، أنه تحول من الغاز أيضا من الطلب على الغاز إلى الطلب العالمي على النفط. فهناك خاصة نحن مقبلين على فصل الشتاء، وهذا سبب رئيسي أنه نشوف طلب على النفط بشكل كبير، فمتوقع أن تستمر ارتفاعات أسعار النفط، وربما نستمر في هذه الارتفاعات ونصل إلى مستويات 90 و100 دولار، لأن أزمة سلاسل التوريد تحتاج يعني ربما أشهر لأن تتعافى هذه المشكلة أو تنحل، وخاصة يعني نحن مقبلين على فترة الشتاء وفترة يعني، فهو له تأثير كبير هذا الأمر، وأزمة الطاقة يعني بشكل كبير عم بتهدد التعافي الاقتصادي. فيعني عم نشوف كيف ارتفاعات أسعار النفط وعم تشكل تهديد من خلال ارتفاعات التضخم اللي عم نشوفها كتير كبيرة، فبالتالي أسعار النفط عم سوف تستمر بالصعود. نعم، محللة الأسواق المالية من إكويتي جروب لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.